كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بسيدي بالعباس كانت فضاء الرحبة لاحتضان فعاليات الحملة التحسيسية التي نظمتها مؤسسة سون الغاز لفائدة الطلبة من أجل توعيتهم بمخاطر القاتل الصامت. بزاف ناس ماشي ما يتهلاوش في الصيانه، ما يديروش، ما يستخدموش اجهزه مضمونه وكاع، وهذا الشيء قادر، هذا الاهمال قادر يدير كوارث كبيره بزاف، لازم نتجنبوها. هذه الحمله التحسيسيه مهمه جدا لتفادي المخاطر الغاز كالانفجارات والانخناقات. استفدنا منها بزاف ودينا معلومات، وراح ان شاء الله نشاركوها مع الاهالي تاعنا. الجامعه تعتبر يعني فاعل اساسي، خاصه مع يعني توعيه طلبتنا انها هي الاولى بالتوعيه من اجل توعيه العائلات الجزائريه. بين العمليات التحسيسيه واللقاءات التشاركيه مخططات تنسيقيه بين مؤسسه سون الغاز ومختلف الفاعلين لتحقيق نفس الاهداف. الإحصائيات الوطنية التي سجلناها 82 حالة وفاة و 1350 شخص تم إنقاذه وإسعافه. هدفنا من هذه الحملة التوعية والتحسيس هو تقليص هذه الأرقام ونشر أكبر عدد ممكن من الوعي. مست هذه الحملة 21 مؤسسة تربوية، 6 مراكز التكوين المهني دائما بمعية الحماية المدنية، وكذلك قمنا بتنشيط 4 دروس عبر خطبة الجمعة لأربعة مساجد لحد الساعة. وسيضرب فريق سون الغاز موعدا آخر بنفس الهمة نحو تنظيم حملة أخرى لاستكمال المخطط وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم.